يقول اختلفت انا وصديق لي في بعض الامور الدنيوية، وقد ظلمني فطلبت منه ان نذهب عند احد الشيوخ في بلادنا كي يحكم بيننا بشرع الله عز وجل، فابى وقال لي لا يستطيع الذهاب معي لانه يريد او لانه لا يعرف هذا الامر، فمن يقول هذا الكلام وما حكم من يتعامل بذلك؟ الذي يدعى إلى شرع الله ويأبى ويريد حكم القانون هذا يكفر. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال في المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به. فالواجب على من دعي إلى الحكم الشرعي أن يقول: سمعنا واطعا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.